لا اكسبريس اف ام. رجعنا بكم من جديد في فير بلاي وبدينا نبداو في استقبال ضيوفنا. يحضر معنا اليوم نحكيو على مقابلة الترجي والأهلي المصري، البداية مع اللاعب الدولي السابق للترجي وكذلك الزمالك المصري وسام العابدي. وسام اهلا بك. اهلا بك اسلام واهلا بكل مستمعين اكسبريس اف ام. ايضا يحضر معنا اليوم زميلنا الاعلامي وليد قرفاله. وليد اهلا بك. اهلا بك اسلام، مرحبا بك المنجي ومرحبا بوسام، فرحان. اي عندي برشا عندي ما تقبلنيش. ايضا المحلل الفني تقريبا كل من نحتاجه يكون معنا سي المنجي بن ابراهيم، شنو احوالك؟ شكرا وبارك الله فيك وتحيه للمستمعين اكسبريس اف ام. موجود معنا ايضا بالتليفون من مصر زميلنا الاعلامي كريم رمزي من قناه اون سبور المصريه. كريم اهلا بك. اهلا بك يا اسلام، اهلا بك وبضيوفك الكرام. شنو احوالك؟ تفهم تونسي ولا شويه شويه؟ نعم؟ تفهم بالتونسي ولا شويه شويه؟ لا افهم جدا ان شاء الله. هاي به. بيه كريم، حبيت نعرف رايك في المقابله. تقريبا كنا تكلمنا شويه قبل الماتش، كيف شفت المقابله؟ تقريبا الفوز كان اسهل من اللي كان متوقع للاهلي. انا قلت بعد الطرد وضربه الجزاء قلت ان ده سيناريو مثالي للنادي الاهلي، طرد في وقت مبكر، ضربه جزاء، تقدم مبكر، كل الامور اتسهلت مع الطرد. يعني كل الامور اتسهلت. انا شخصيا كنت شايف ان المباراه هتبقى صعبه جدا على الاهلي زي ما هي صعبه على الترجي، ولكن الطرد المبكر خلص المباراه للنادي الاهلي مبكرا جدا. الترجي كان داخل في الماتش تقريبا افضل من الاهلي حتى في نص ساعه الاولى. صحيح. وهذا تقريبا اللي قاله معين الشعبيه. تشوف الطرد وضربه الجزاء بدلوا وجه المقابله؟ انا اعتقد الطرد وضربه الجزاء كانت الطرد كان صحيح وضربه الجزاء كانت صحيحه، والترجي كان بدأ المباراه فعلا بحماس شديد جدا وده كان متوقع. واعتقد موسيماني كان بيفكر، موسيماني مدير فني النادي الاهلي كان بيفكر ان الترجي هينزل وعنده حماس شديد جدا عشان التاخر في مباراه الذهاب في تونس، فهذا التونرات كان لازم يرد سريعا. هو ده اللي خلى الترجي يخش بحماس، وهو ده اللي خلى بيتسو موسيماني ما ينجرفش ورا ده ويهاجم هو كمان، هو استنى الترجي في مناطقه الدفاعيه. حبيت اسالك كريم، شنو ردود الافعال في الاعلام المصري بعد الفوز، فوز الاهلي بتبيع على الزمالك بنتيجه نجم نقول ثقيله شويه ولو اني كانت نجم تكون حتى اثقل 3 بلاش، كيفاش كانت ردود الافعال؟ بالمناسبه بمناسبه النتيجه الثقيله، انا اعتقد النتيجه مش ثقيله، النتيجه جيده للترجي والاهلي. الظروف اللي لعب فيها الترجي وهو بيلعب خارج ارضه وطرد مبكر بالشكل ده كان ممكن النتيجه تبقى اكبر من كده بكتير. الترجي رغم كل شيء تماسك وحاول في المباراه، حاول يبقى واقف على رجله في المباراه. انا بحيي نادي الترجي التونسي بصراحه، وقف على رجله رغم الاهداف اللي دخلت مرماه، بس كانت ممكن الاهداف تبقى اكتر من كده. الاعلام المصري اتكلم على المباراه بشكل طبعا ايجابي جدا وبيتعاملوا مع النادي الاهلي انه خلاص يعني شبه خد البطوله، مواجهه كايزر تشيفز. الاهلي بيعرف يتعامل مع فرق جنوب افريقيا بشكل جيد، وبالتالي بقى في حاله من التفاؤل الشديد انك بتعبر. الترجي هو يمكن اصعب المنافسين في هذه البطوله، خروج الوداد كمان سهل الامور شويه بالنسبه للنادي الاهلي، ده ليس تفضيلا من كايزر تشيفز، ولكن الامور اصبحت بالنسبه للاهلي اسهل نسبيا، ولكن تبقى المباراه النهائيه مباراه تحتمل لكل شيء. كريم، اللاعب الدولي السابق للزمالك كذلك الترجي وسام العابدي، حاب يتفاعل معك. شنو احوالك كابتن؟ كابتن وحشنا جدا. والله وحشني، وحشني انت كم. شنو احوالك كابتن كريم؟ واحد من الاسماء الكبيره العظيمه اللي لعبت فيها الدوري. ربي يخليك، ربي يخليك. كما قلت انت كابتن، منعرج المباراه هم ممكن كان ضرب جزاء، لكن النادي الاهلي شفناه في الدخله نتاع المباراه ما كانش يعني في احسن احواله، وشفنا يعني باسات كثيره غالطه، وشفنا يعني تمركز غلط ممكن، لكن الترجي كان قبل ضربة الجزاء كان احسن. لكن تشوف انت ضربة الجزاء في وقت قاتل قبل نهاية الشوط الاول وتشوف ورقة حمراء، معناها هذيك اللي قلبت معناها المباراة الكل ضربة الجزاء، وخاصة النادي الاهلي متقدم معناها في تونس 1-0، وزيد قبل يفل الشوط الاول معناها 1-0 ورقة حمراء، تاريخ مفتوح كان للنادي الاهلي. احنا ترجي ولا الاهلي معناها نحبوا ايكيب معناها فريق عربي ان شاء الله يتوج باللقب هذا. بعد ما خرج ترجي كنا نشجع ترجي اكيد، لكن بعد ما خرج ترجي النادي الاهلي يعني فريق عربي وفريق مصري نشجعوه وان شاء الله بالتوفيق. الزملكاويه باش تغشوا عليك انت. الزملكاويه باش تغشوا عليك كابتن كريم. لا 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 بشكرك على مشاعرك دي. اكيد اكيد، ربي يخليك وان شاء الله بالتوفيق النادي الاهلي، وان شاء الله يهز البطوله هذه ان شاء الله. ايضا وليد قرفاله زميلنا الاعلامي كريم، يحب يتفاعل معك.
مساء الخير كابتن كريم. اهلا شرفني. عايشك نشرفوا بيك. انا حبيت نسالك على ما نحكيش على المقابله، نحكي على الاستراتيجيه تاع النادي الاهلي كفريق كبير وككيان كبير. معناتها رغم انه النادي الاهلي تحصل السنه الفارطه على الشامبيونز ليج، السنه هذه في طريقه نتصور باش يتحصل على الشامبيونز ليج ضد كايزر تشيفز. اكيد انه الاهلي اقوى من الفريق الجنوب الافريقي، وموسيماني يعرف اكيد كل كبيرة وصغيرة على الفريق هذا، لكن الاستراتيجية انه فريق الاهلي قاعد يلعب في الشامبيونز ليج وقاعد يتمم في انتدابات جديدة. انت الفريق ما يشبعش، ديما يخطط ديما يحسن. كي نحكي هنا على كريم فويت لاعب جديد يظهر لي هذا ينضم بصفة رسمية للنادي الاهلي، نحكي على اتصالات متقدمة مع سفيان رحيمي، تراش انه هذا سر نجاح النادي الاهلي في المواصلة في انه يواصل ويحافظ ديما على الالقاب نتاعو على المستوى الافريقي. كابتن كريم باي مش في الاستماع، نحاولوا نتصلوا به من جديد. كريم رمزي زميلنا الاعلامي من قناه اون سبور. مساج خلينا ناخذ سيمونجي، شنو حبيت تقول انت؟ انا حبيت نقول حاجه اللي اول حاجه تحيه لخونا كريم، وماذا بيه يعطي تحيه الكابتن الاستاذ الشيخ طه اسماعيل اللي دربني في نادي الوحده في مكه المكرمه، فريمون عالمي كان كبير. كمدرب قامه كبيره. حاجه اخرى انا حبيت نسال الكابتن كريم باش نقول له اللي 100% فريق الاهلي تفاجأ بالمردود نتاع الترجي الرياضي التونسي في مباراه الذهاب، وفي نفس الوقت تفاجأ زاد بالمردود تاع الترجي الرياضي التونسي في مباراة الإياب. علاش؟ لأن تشوف القراءة متاع نادي الأهلي ومع المدرب والإطار الفني كانت نفس القراءة، اللي هي يحاول يغلطوا معناها الفريق الترجي الرياضي التونسي على وسط الدفاع متاع اللي شافوا اللي هي باش تكون نقطة ضعف متاع الترجي الرياضي التونسي. على علم وانا الاربع اهداف من ضربة الجزاء كلهم من وسط الدفاع، محور الدفاع. دونك هذه قراءة كانت قراءة جيدة من طرف الاهلي المصري، خلات اللي وانا اظن اللي يتفاجئوا بالمردود تاع الترجي الرياضي التونسي. واذا كان الترجي الرياضي التونسي باش يعمل نفس المردود يسمع فينا كريم تاش بوجه السؤال. كابتن كريم الو. انا اسمعكم كويس. اي بارك الله فيك. تحيه نعودها تحيه للشيخ طه اسماعيل اللي دربني في نادي الوحده في مكه المكرمه، تحيه طبعا. كبيره جدا جدا كما تقولوا انتم، لان نعزه برشا وتعلمت منه برشا حاجات. انا نحب نسال بس كابتن كريم الله يخليك، اذا كان الفريق الاهلي تفاجأ ولا ما تفاجأش بالمردود نتاع الترجي الرياضي التونسي في تونس، وفي نفس الوقت القراءة متاع فريق الأهلي ضد الترجي الرياضي التونسي في مباراة الإياب كانت قراءة جيدة، وشفنا الأهداف كلها تسجلت في وسط من وسط الدفاع متاع الترجي الرياضي التونسي، منهم هدف اللي صار في تونس نفس الهدف تسجل في مصر، خلات اللي بالمفاجأة هذه بالمردود متاع الترجي كان الفوز سهل للنادي الأهلي ومبروك عليه، وإن شاء الله طبعا كما قال خويا وسام فوز الأهلي في الفاينل إن شاء الله. إن شاء الله. أنا أعتقد كابتن معين شعباني في مباراتي الذهاب والعودة أمام النادي الأهلي حاول يتعامل مع النادي الأهلي كما تعامل مع نادي الزمالك. هو حاول ينتظر الزمالك، حاول ينتظر الأهلي في مناطقه الدفاعية زي ما عمل مع الزمالك، ولكن بيت موسيماني أفضل لده وكان واقف في مكانه بشكل كويس وما خدش المخاطرة مع لاعبي النادي الأهلي لحد ما أجبر الترجي في مباراة الذهاب إنه يخرج من مناطقه، وبدأ ساعتها النادي الأهلي يسيطر على المباراة هجوميا وبدأت الهجمات تكون أخطر. في مباراة العودة أعتقد زي ما أنا قلت إنه الأهلي حاول يمتص حماس الترجي المتوقع الأكيد في الدقائق الأولى من المباراة، عمل ده بنجاح النادي الأهلي، وكافئ الحظ والقدر كمان للطرد وضربة الجزاء اللي حصلت بشكل كبير. ننقل لك سؤال زميلي وليد قرفيلة كريم قبل ما يقطع تليفونك، يحكي على تقريبا الأهلي ما يشبعش من الألقاب، الفريق قاعد يقوم بانتدابات يخطط للمستقبل، قام بانتداب لاعب بصفة رسمية اللي هو كريم فؤاد لاعب نادي النجوم، كذلك يخطط لانتداب سفيان رحيمي مراجل بيضاوي، تقريبا استراتيجية واضحة ديما من الأهلي المصري.
وانا عايز اقول لك كمان انه في اكتر من لاعب افريقي كمان امام طاوله النادي الاهلي، والاهلي شغال على اكتر من انتداب في فتره الانتقالات القادمه. النادي الاهلي هو عنده جماهير عريضه، جماهير كبيره في القاره الافريقيه، وبالتالي هو طول الوقت يبحث عن البطولات، تنتهي بطوله يبحث عن بطوله اخرى، تنتهي بطوله ويبحث عن بطوله ثالثه وهكذا. واضح، يعطيك الصحه. شكرا لك كابتن كريم، شرفت برشا بحضورك معنا اليوم. تشرفت جدا بيك وتشرفت جدا بضيوفك الكرام، انا بشكركم جميعا. شكرا. الله يخليك. فقط عشان الكلمه وليد، فاصل قصير ومكملين في الفيفا بلاي اليوم حتى المطلع 3:30.